والاب والابن والروح القدس اله واحد امين. النهارده عايزين نقسم مع بعضنا الاسباب اللي بنقول فيها انه المسيحيه لم تبدا في القرن السادس، انما بدات منذ القرن الاول ولم تنتهي في القرن السادس عشر، انما استمرت حتى الان. لغايه دلوقتي في موسم الامطار بيصعد الملك الى تل عادي مع وفد من الاهالي ويذبحون عنزه في قريتهم ويحملون الماء الى الملك، وهذا الجزء الكبير من الماء ياخذوه الى كوخ الملك، وهو قدسية فيه النقارة المقدسة، ويبدأ الدعاء. الدعاء بيقول: يمنحنا الله المطر، يا رب عد علينا بأمطار غزيرة. وطبعا المطر زي الناس كانوا بيصلوا له، ولغاية دلوقتي في كاجولي لما يكونوا محتاجين لأمطار يقولوا: كيل كيل يا ميكائيل بالمجد الكبير، يعني كلهم محتاجين إلى الأمطار. الملك بيرش جميع الحاضرين بالمية، وبيكونوا الحاضرين متجهين نحو الشرق، والشرق دي الجهة اللي احنا كلنا بنتجه إليها في الصلاة، لأن المسيح سوف يأتي من المشارق. المجيء الثاني هيكون من الشرق، واحنا نبص غرب ولا بحر ولا جبلي. طبعا الله موجود في كل مكان، ولكن بتخصص جهة الشرق للمجيء الثاني والانتظار. عند قبيلة زي بربي برشي وبرقد بدار فورس نفس طقوس الدم والماء عند أهل مجنوب، ويعتقد أعضاء القبيلتين أن موطنهم أصلي كان وادي النيل بضواحي دنجلة. برضو قبيلة همج بالروسيرس على النيل الأزرق هم أحفاد الهمج المسيحيين الذين سكنوا في ثوبة، وعندهم قسم بيحترمونه ويقولوا فيه: أحلب بثوبة دار الجد والحبوبة. الحبوبة اللي هي الكيسة اللي يشفح الحجر ويغطس الكركوبة، وبيكرموا ذكرى الثوبة ويحلفوا بها على كوم من النفايات، وهذا رمز لدمار الثوبة. ولما الثوبة لما اتدمرت برضه اتقضت على المسيحية فيها. أبو صالح الأرمني وهو من علماء القرن الثاني عشر ومن الأرمن الذين وفدوا إلى مصر، وعنده كتاب اسمه تاريخ المسيح، تاريخ الشيخ أبي صالح الأرمني. وهذا الكتاب يتحدث بإعجاب شديد عن النوبة مملكة مسيحية، وإنها هي بلاد الحبشة. في ختام هذا الفصل أرجو أن أذكر القارئ بأن هناك تفصيلات أكثر وأعمق من هذا يعني يهتم بها الإنسان. بالنسبة للحبشة يعني هي دي الحبشة هي السودان. السودان اسمه خذوا من محمد علي زي ما قلنا. بروفيسور السيد أحمد العقيد كتب كتاب عنوانه إثيوبيا ومشروع التكامل بين دول وادي النيل، تحدث عن معنى المصطلح، فالحبش جنس من السودان. وأحبشت المرأة بولدها إذا جاءت به حبشي اللون، يعني لما واحد أسم تولد واحد أسمر شوية يقول هي أحبشت يعني ولدت. وفي مملكة كوش كانت هذه الولادة بركة للمسيحية. النوبة الحقيقة كان فيها 3 ممالك، واحدة عاصمتها أكسوم، وكان بيصر بروفيسور عبد الله الطيب على أن الملك الذي لا يظلم الناس عنده هو ملك نوبي. يعني الملك النوبي هو الملك الذي قيل عنه أنه لا يظلم الناس عنده، ودي بيتكلم فيها كلهم مع بعض. الحقيقة الرهبنة كانت قيمة كبيرة عند المسيحيين، وكان برضو عند ممالك النوبة. وطبعا في ممالك النوبة كان فيهم 2 من الملوك، الملك سلمون الناسك والملك جورج الرابع. دول كانوا تركوا قصر الملك ولبس الملك وصاروا رهبانا، والرهبان دول كانوا نساك وكانوا بيتعبدوا لربنا وكانوا عايشين لربنا كل أيام حياتهم. والشماس يوحنا المؤرخ تكلم على أنه الملك النوبي قرياقص سنة 748 إلى 768 هو الملك اللي مشى بحملة إلى مصر، جاب حملة، والحملة دي كان فيها عدد كبير من الجنود، وكله ده كان عشان يجي في المكان، وعشان كده سموا الحتة بركة الحبش، وهو بيسموه قسطنطين الجديد. كان عنده 10,000 فارس، 10,000 جمل، 10,000 حصان، وكانوا كلهم جايين مع بعض. ولما جو شافهم حاكم العرب وقال له لا احنا ما عندناش كلام زي كده ومش هنعمل حاجة في حق البطرك، وأطلق البطرك وأطلق النائب بتاعه في نفس الوقت. في أجساد لقوها محنصة تحنيط طبيعي، بمعنى إيه؟ بمعنى إنه التحنيط بتاعها مستمر. يعني مثلا جسد يكون اتوفى من 700 سنة والجسد باقي كما هو. دلوقتي لقوا 2 وحطوهم في المتحف القبطي وحطوهم للرؤية بتاعت الناس مرة، وكان وزير الثقافة عبد الباسط السفطرات، وأنا مشيت عبد الباسط عبد الماجد، وأنا مشيت وتكلمنا عن إنه بعض الناس بيظل جسدهم كما هو بعد الموت. والمرأة النوبية اللي لقوها امرأة سوداء سمراء كانت بتشير إلى هذا العصر الحديث، والتحنيط الطبيعي ده موجود عند الناس لأنهم عاشوا حياة النسك وحياة القداسة، فاللي بيحصل إن جسدهم ما بيتأثر بالأكل وبواقي الأكل وما إليه، فبيفضلوا زي ما هم بدون جسدهم ما يتغير إلى أجزاء. ربنا يباركنا، له المجد إلى الأبد، آمين.